أنا دكتورة ربابة عصام، النهاردة موجودة في مستشفى كوزموسيرج الجميرة. قررت أني أعمل برنامج إليبس للويت لوس. سمعت كتير عن البالون، عن مشاكل البالون أو عمليات الجراحة عامة للويت لوس. التارجت بتاعي أن أنا حابة أخسر وزن معين في وقت معين من غير ما أثر على صحتي، أو من غير ما أضطر أن أنا أجو ثرو أنستيزيا أو مشاكل التخدير ومشاكل العمليات، غير أن عمليات الويت لوس التانية ممكن ما تناسبني شوي. برنامج الإليبس كان الأنسب بالنسبة لي، أو الاقتراح العملي بالنسبة لي. مش حابة أدخل غرفة عمليات، مش حابة أعمل منظار، مجرد كبسولة ليها حجم صغير أقدر أبلعها. العملية كلها على بعضها ما أخدتش 20 دقيقة، وانا قاعده في الروم عادي بتكلم عادي، الدكتور لؤي بيتابع معايا عادي. افتر البروسيجر او بعد ما خلصت البروسيجر كان في شويه انستراكشن لازم امشي عليها. مع الاليبس بيبقى جاي زي ميزان وواتش بتتراك الويت لوس او بتتراك البودي كومبوزيشن، عشان الدايتيشن اللي هتابع معاها بعد كده تبقى عارفه الويت لوس ده على حساب صحتي مثلا، او انا ماشيه ثرو ذا رايت واي او لا. بالنسبه لي كان الاليبس خد سيرش شويه او سالت عنه شويه، عرفت ان ما فيهوش مشاكل بعد كده اللي كانت بتواجه البالون زمان، سواء الباد اودر اوف ذا ماوث او ان احنا نضطر نخش غرفه عمليات عشان نشيل البالون، يعني ندخل دبل او توايس غرفة العمليات. البروسيجر مش محتاجة غير مرة ان الدكتور يساعدني ان انا اخد الكبسول، وبيتابع معايا شهريا بالاكس راي، بلس بيتابع معايا الدايتيشن، بيتابع معايا الويت لوس بتاعي، وبنستنى لحد ما البالون تاخد وقتها من 4 ل 6 اشهر.